اليوم رح نتعلم كيف نعمل فانيلا اكستراكت وكيف نعمل شوجر فانيلين، لانه الاشخاص يلي ما بيحبوا الالكول رح اعلمهم كيف يعملوا الفانيليا مع السكر. اول شيء رح نتعلم كيف نعمل السكر بنكهه الفانيليا. بنستعمله مع الحلو، بنستعمله نحن عم نعمل جاتو وكل شيء بدنا ننكه فيه فانيليا. جيب وحده من الفانيلا بينز، هن بيكونوا طرايا، خليها تنشف، يعني بتركها على جنب برات الكيس النايلون تبعهم حتى تنشف. شوفوا كيف نشفت. اوكي، من بعد ما تنشف كسرها هيك وبطحن. برجع بحط فوقها كباية سكر وبطحن عن جديد. هولي هني وريحتهم فانيليا مثلاي المطبخ. رح فضيهم على ورقة ساندويش. هلا بجيب مرطبين ورح فضيهم بقلب المرطبين. وهيك صار عندي كمية كبيرة كتير من السكر فانيلي. هلا رح نتعلم كيف نعمل فانيلا اكستراكت. الفانيلا اكستراكت بينعمل بالفودكا. هلا نوع فودكا بنجيبها، أنا فتحتها من هون القنينة لأنه بقى فيها شي مسكر. هلا هول الفانيلا بينز بدي قصهم بالطول. شوفوا ناكل حبوب بقلبها. هول حبوب الفانيلا هن اللي بيعطوا الريحة الحلوة. رح قصهم بالنص ليغموا الفودكا كلهم سوا، وبحطهم كلهم سوا وبتركهم من سنة لسنة. سكر القنينة وبخضها، وبضلني كل فترة 10 أيام 15 يوم بخضها. كل ما انتقوا وقت أطول كل ما نكهوا أحلى. هول عمرهم سنتين، ريحتهم بتاخد العقل. طيبة بالجاتو، طيبة بالكاسترد، بتجنن. شوفوا بعد 3 أيام كيف صار لونها. نترك الفانيليا منقوعة بالفودكا على مدة سنة كاملة. إذا فينا بنتركها بعد سنة ونص. وهيك بيكون صار عندنا فانيلين اكسترا وفانيلين باودر. ما بننسى شو؟ نفس بالطبخ.